سعادة جدا أن تكون معنا عبر الهاتف لليوم عبر فقرة قصة نجاح. واحدة من الطالبات هي طالبة طب بجامعة الخرطوم، تم اختيارها كمحرر في صحيفة بحثية عالمية، وهي أول صحيفة تضم طلاب المجال الطبي في المجال البحثي، ومقرها في أمريكا. وتلك الطالبة أول امرأة سودانية في هذه المجلة، كان أول بحث لها عن الكشف من سرطان الثدي في دار التائبات، إلى أن أصبحت مراجعة البحوث على مستوى العالم بالمجلة. أهلا مرحبا بك رندا أحمد الطامح، طالبة طب بشري بجامعة الخرطوم من دائرة التائبات بأم درمان إلى منصة عالمية. أهلا مرحبا بك رندا. أهلا وعليكم السلام، صباح الخير عليكم كلكم، على كل المستمعين ومشاهدين قناة دنيا 24. أهلا مرحبا بك رندا، ومباشرة عايزين نتعرف من دائرة التائبات بأم درمان إلى منصة عالمية وأول امرأة سودانية في هذه المجلة. اديك العافية. زي ما انت قلتي، انا اسمي رند احمد الطامح، بدرس في المستوى الاخير في كلية الطب جامعة الخرطوم. من المستوى الثالث تقريبا بدأ يتطور عندي وفي دواخلي شغف عالي جدا تجاه مجال الصحة العامة وتجاه البحث العلمي على وجه التحديد. بديت اعرف انه اغلب مشاكل القطاع الصحي على مستوى كل الدول هي بتتحلى عن طريق وجود نظام صحي وعن طريق وجود مجال زي مجال الصحه العامه انه يكون قوي ومفعل بصوره كبيره جدا، وكمان عن طريق انه يكون في بحوث علميه تتعامل بصوره مستمره ونتائج هذه البحوث العلميه يتم تطبيقها على مستوى نطاق الدوله. فسبحان الله في 2018 كان عملنا حمله عشان نزيد وعي نزيلات دار التائبات عن اهميه الكشف الذاتي للوقايه من سرطان الثدي، والحمله كان معاها بحث علمي. حاولنا بالبحث العلمي ده نعرف مدى فعاليه المواد اللي احنا استخدمناها عشان نرفع بها وعي النزيلات ديل. فالبحث العلمي اللي احنا استخدمناه والنتائج حقته كانت مبهره جدا انا وزملائي، وانه كان الطرق اللي احنا استخدمناها عشان نرفع بها وعي النزيلات ديل كانت طرق فعاله جدا، وكان نسبة النجاح بتاعت الحملة كبيرة جدا، بحيث أغلب النزيلات من إنهم ما كانوا عارفين العلامات المبكرة لوجود أي مثلا ورم حميد أو خبيث في ثدي، أو إنهم كيف هم أصلا يعملوا الكشف الذاتي عشان يصلوا مرحلة يعرفوا كل المعلومات الملمة والمهمة في الموضوع ده. بعد ذاك حاولت إنه أنا بقدر الإمكان أطور من روحي زي ما بقولوا شوية شوية، فانتقلت من مرحلة إني أكون مع مجموعة عشان إحنا نكون يعني نأسس أو نعمل بحث، لاني اكون رائد المجموعه في بحث معين في توبيك سواء عناوين مختلفه. وبعدها في نوفمبر اللي هو كان شهري هذا في شهر 11 2021 قدمت لمنصب محرر او بيقولوا عليه student editor او محرر طالب في International Journal of Medical Students اللي هي المجله العالميه لطلاب الطب، مقرها في فيلادلفيا في امريكا. ومهمتنا نحن بنراجع كل البحوث اللي بيتم تقديمها على مستوى العالم، وبنشوف ميوم انها بمؤهل بما فيه الكفايه عشان يتم نشره داخل المجله دي. في نفس الوقت في البحوث نحن بنرجعها للطلاب اللي هم عملوها او اسسوها عشان نديهم عليها نصائح وارشادات انه كيف البحث حقهم ده يقدروا يطوروه ويطوروا مهاراتهم. والحاجه دي بس ما من دول معينه، لا على كل مستوى دول العالم. طيب رندا، يعني خلينا نقول انه فكره البحوث هي واحده من الاشياء المهمه اللي من خلالها بتكتشف كثير جدا من المشكلات واللي بيدقيق من كثير جدا برضه من العقبات والتحديات. خلينا نقول مع انك انت تراجع عدد من البحوث من دول العالم المختلفه مع دراستك، وخاصه انت في المستوى الاخير من كليه الطب، يعني بالتاكيد ده برضه تحدي كبير بالنسبه لك يا رندا. ايوه فعلا، انا حاليا بتكلم معاكم من داخل مستشفى سوبا التعليمي، لانه بالصباح بيكون عندي راوند في المستشفى شغاله فيها. لكن انا مؤمنه دائما انه الانسان اذا اخذت يعني مثلا هدف في باله وحاول انه يقيس عليه وكانت عنده عزيمه ونيه صادقه تجاه الحاجه دي، فسبحان الله ربنا بتسهل عليه والظروف دائما بتكون في جانبه. وفي نفس الوقت نحن كطلبة في المجال الطبي ما مفروض بس نكون أكاديميين بحثيين، هاي الأكاديميات مهمة، لكن في نفس الوقت لازم يكون عندنا دور أساسي في تطوير المجتمعات اللي نحن عايشين فيها. وما في حاجة بترفع المجتمعات والأمم بتوديها لقدام في مجال القطاع الصحي زي البحث العلمي. صحيح. طيب رندا، بس عايزة إحساسك وإنتي أول امرأة سودانية موجودة في المجلة دي.
والله الحمد لله، حاسه يعني حسيت بسعاده صراحه كبيره جدا، والفضل كله لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا سهل علي ووفقني لفرصه زي دي. وبرضه يعني حابه اشكر يعني كل اهلي دايما بيقفوا معايا بيدعموني، بالذات والدتي دايما هي بتشجعني على اي حاجه. يعني انا بحس انه بكون خايفه بقول يا ربي هل انا قادره الحاجه دي ولا ما قادره، لكن والدتي دايما كانت سبب اساس انها تدفعني، بتقول لي يا رنده كل حاجه ممكنه. وانا مؤمنه انه دي ما عباره عن يعني نهايه الطريق، بالعكس دي بدايه دي الطريق بداية. اكبر لقدام، ودي بداية لأنه يكون في كمية من النساء السودانيات صحيح. رائدات في مجال البحث العلمي على مستوى العالم. رندا، أنا حابة أقول لك أول حاجة كل عام وأنت بخير بمناسبة شهر مارس. أنا بقول إنه هو شهر المرأة، كل سنة وأنت طيبة، وشكرا لك لأنه أنت قدرتي تعملي حاجة مختلفة وحاجة مميزة، وزي ما أنت ذكرتي وقلتي ده أول الطريق. إن شاء الله يا رندا حيكون عندك كثير جدا من الإنجازات على مستوى العالم وعلى مستوى السودان، وإن شاء الله على يدك كثير جدا من المشكلات الصحية يتم معالجتها من خلال البحوث اللي أنت حتشرفي على. شكرا جزيلا لك، ودائما إن شاء الله أنت وجه مشرق لأهلك ولكل السودانيين. ان شاء الله باذن تعالى. شكرا لك، يديك الف عافيه، وتحيه طيبه لكل النساء السودانيات العاملات والمجتهدات، ربنا يوفقهم ويوفقنا اجمعين يا رب. وشكرا لقناه السودانيه 24 على الفرصه الجميله دي. شكرا جزيلا.